ثالث مرة أطلبه خلال هذا الأسبوع، والواضح أنه إدماني الفترة الجاية. وصاروا بعض المطاعم يبيعون برجر لكنه فلات، وأنا مرة ودي أجربه، وسمعت بهلا برجر فطلبتها من عندهم. ومن طلبتها أول مرة وهو عاجبني مرة مرة عاجبني، يعني كيف إنه خفيف وكمية اللحم فيه حلوة وما يغذ في نفس الوقت، يعني حسيت إني شبعت. وجربت اللحم والدجاج، بس اللحم هو اللي مرة لذيذ. تعرفون لما ودكم أكل بس ما ودكم شيء ثقيل أو جوع آخر الليل، أحس إن هذا الحل الأمثل. مرة لذيذ عجبني، شوفوا كيف حتى الخبزة مرة خفيفة والبرجر مليان جبن وصوص، يومي مرة أنصحكم فيها، تستاهل تقييم 1,000,000 من 10.